قطر النادي الاهلي بالسكور الكبير بيستمر في الدوري وبينجح في الفوز على الانتاج الحربي بنتيجه عريضه 4-1، وكانت ممكن يعني تبقى اكتر من كده بكتير، كانت ممكن تبقى 6-7 في ظل كم الفرص اللي النادي الاهلي ضيعهم بخلاف الاهداف اللي احرزها. وكمان لك ان تتخيل الماتش خلص 4-1 في الشوط الثاني بس بعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي. ولكن السؤال اكيد اللي جه على اذهان الكثيرين منكم، ليه الاداء في الشوط الاول النادي الاهلي كان بالشكل السيء اللي احنا شفناه، الشوط الثاني بقى افضل بكتير رغم ان موسيماني ما عملش اي تغييرات ما بين الشوطين. الفريق قدر انه يغير الشكل بتاعه من الشوط الاول للشوط الثاني، الاداء اسرع، ضغط اكتر، وقدر ان هو يحرز 4 اهداف. خلينا في الاول نتفق ان موسيماني خلاص خرج محمد شريف خارج حساباته كمهاجم صريح اساسي للفريق للمباراة التانية على التوالي. محمد شريف او يعني المباراة التانية على التوالي ما بيلعبش اساسي اصلا في المباراة ومش بيلعب في مركزه، والمباراة التالتة اللي ما بيلعبش مش هو المهاجم الصريح الاساسي من ساعة مباراة سوني داب بالاياب في دوري الابطال. هو بخواتي بيعتمد على وولتر بواليا مهاجم الكونغولي الجديد للنادي الاهلي واللي بيلعب للمباراة التانية على التوالي. النادي الاهلي الشوط الاول رغم البداية السريعة 3 فرص لكهربا، قدر في واحدة منهم ان هو ينفرد، ما قدرش ويحرز اي هدف مبكر، وبالتالي بدأ لعيب التاج الحربي يخشوا في المباراة. واحدة من الاخطاء اللي كان فيها النادي الاهلي في الشوط الاول وخلت محاولاته على المرمى انتاج الحربي قليلة وكمان سرعة استعادة الكرة، هي انه ما كانش فيه اي ريكفري للكرة في نص الملعب. وهتكلم هنا على الثلاثي افشة وديانج وحمدي فتحي. ديانج بصراحة عمل الرول بتاعه بيرفكت بشكل امتيازي. ديانج جري، ركض، تاكلينجز، كل حاجة عملها لوحده الشوط الاول امانة. لكن حمدي فتحي ده كنت تتخيله وسط ملعب النادي الاهلي كان بالمنظر ده في الشكل الدفاعي او في الكرة المرتدة، الكرة التانية اللي محتاجة حد يلمها من نص الملعب. حمدي فتحي واقف هنا، قفشة واقف هنا او هنا، فالحتة دي فاضية. انت وحظك على حسب ديانج قريب من الكرة ولا لا. لو قريب هيضغط وياخدها، ولو ديانج دخل في كرة ثنائية هياخدها، موضوع منتهي. ديانج بعيد مش هياخدها، ولا حمدي فتحي هيقدر اصلا يلحق. ليه؟ لان حمدي فتحي بسبب تمركزه الخاطئ في الشوط الاول كان عنده مشكله في ان هو اخش ولا اسيب ده يجري من ورايا، لا خليني مع ده، فممكن ده يروح واخد الكره مختار. وشفنا الانتاج الحربي السكور دي كده في الدقيقه 26-27 هيقول لك ايه؟ قال لك الاستحواذ 51% انتاج الحربي 49% الاهلي. طبعا كلنا برقنا، ايه ده؟ في فرقه تاخد الاستحواذ من الاهلي ومين استحواذ والاهلي معاه موسيماني اللي هو ملك الاستحواذ ازاي يعني؟ ده حصل. ليه بقى؟ لان الكره الثانيه هي اللي كانت بتصنع الهجمات للانتاج الحربي. الانتاج الحربي كانش هجماته اللي كانت بتبتدي من عند احمد يحيى حارس المرمى كانت بتنتهي هنا او هي كانت بتتقطع. ليه؟ لعيبه الاهلي كانوا واقفين كويس، انما الكره وهي شغاله وتبدا تعتمد على الكره الثانيه كان في ازمه جدا عند وسط ملعب الاهلي، لعيبه بعيده جدا، وده مش بس بيأثر على نص الملعب، لا ده بيأثر على الهجوم. ليه؟ لان انت النهارده كان ايه اللي بيحصل؟ النادي الاهلي يستعيد الكوره ويبدا يبني الهجمه، اول ما يعدي نص الملعب كان بيفاجئ طبعا بالخماسي اللي حاططه له الكابتن مختار. ضيف على ده ان كهربا كان هو الوحيد اللي بينزل يستلم الكوره من قلب الملعب، في حين ان حسين الشحات كان واضح جدا جدا ان هو عنده تعليمات بالالتزام بالخط. كل العوامل دي خلتك تشوف في الاخر الشكل السيء في الشوط الاول، مفيش فرص كتيره، 0-0 تقريبا. برضو وولتر بواليا ما شفنالوش حاجه، وعنده حاجه انا عايز اقولها قبل ما اتكلم على الشوط الثاني. وولتر بواليا واحده من النقط اللي انت ممكن تيجي تقارن ما بينه وبين محمد شريف، ايه مشكلته؟ وولتر بواليا لو عينه لو هو واقف بجسمه وباصص لمحمد الشناوي هتلاقيه بيتمشى، ما بينزلش بالمدافعين كتير، ما بيتحرك، ما بيعملش ورك، ما بيجريش كتير. ركزوا في الحته دي معايا، وولتر بواليا هو باصص لمرمى محمد الشناوي ومدافع وراه ما بيتحركش كتير، بيستنى زمايله في نص الملعب يشغلوه. العكس ده كنت بشوفه محمد شريف. محمد شريف كان دايما عامل قلق في نص ملعب المنافس ايا كان مركزه ايه، ايا كان مركزه واقف فين، يعني هو في الحته دي بس المهم ان يلعب راس حربه
وطبعا نتكلم بصراحه محمد شريف خلاص واضح جدا حتى من نزل اخر ربع ساعه مبقاش في تركيز، لان دي من النقط النفسيه ممكن يبقى نعمل عليها حلقه لوحدها عشان نتكلم على محمد شريف وتحوله. محمد شريف فضل كذا مباراه بنتكلم عليه بشكل ممتاز جدا جدا، وقدر يجيب 3 اهداف ووصل. احنا قلنا ان هو غير لنا ستايل المهاجم الصريح النادي الاهلي، فجاه لقى نفسه بيلعب قدام سوني ديب جناح، بعدها ماتشين في الدوري قاعد على الدكه. اكيد هو ده بشر وبني ادم، فاكيد الحاجات دي هتاثر عليه نفسيا واكيد هتاثر على ادائه في الملعب. نرجع بقى للشوط الثاني، ليه النادي الاهلي شكله اختلف تماما الشوط الثاني؟ شفتوا ان كنت حاطط لكم البنات ازاي في الشوط الاول، تعالوا بقى نرصهم مع بعض بالشكل بتاع الشوط الثاني. الشوط الثاني لما نيجي نرص لعيبه النادي الاهلي كويس هنرصهم بالشكل ده، في قرب مسافات كان واضح جدا جدا ما بين الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وقفشة، وطبعا وولدر بوليب كانوا، وحصل تغيير خططي داخل الملعب بان حسين الشحات وكهربا بدا يطلب منهم ان هم يضموا الاثنين مع بعض لجوه. شكرا يا باشا، سيب بقى الخطوط مش هنلعب عليها، خش يلعب من جوه. ايه اللي هيحصل؟ اللي يحصل طبعا الاهلي جاب هدف في الدقيقه 48 بعد 3 دقائق من بدايه الشوط، ولكن في اول دقيقتين من الشوط كان في كورتين ارتدوا نص الملعب على طول، حمدي فتحي وقال له ديانج كانوا بيلموهم بسهوله. فانت كمشاهد او متفرج وانت بتتفرج ايه اللي بيحصل قدامك؟ هجمه النادي الاهلي مستمر ما ماتتش، الهجمه راحت ارتدت رجعت اتلمت تاني وعيد الكره لغايه لما جه الهدف اللي وتر بوالي نزل بالمدافع خده بره وفتح المساحه لحسين الشحات، وطبعا علي معلول كان طايم من ورا، وكان حسين الشحات استلمها بشكل جيد وقدر ان هو يعدي من الحارس ودخل علي معلول كملها. بعد الهدف في عوامل كتيره بقى ممكن نتكلم عليها على الانتاج الحربي، انه خلاص فك ليه الفرقه عايزه طبعا تعادل، مش هينفع تبقى مغلوب 1-0 وتفضل محافظ على الشكل الدفاعي بتاعك. ده لما حصل بدات لعيبه النادي الاهلي تنفرج اكتر واكتر، بدات المساحات تكتر اكتر واكتر، للدرجه ان لما وليد سليمان نزل بقى عنده مساحه كبيره جدا جدا للتسديد، لان خلاص لعيبه الانتاج الحربي كله بقى فيه مسافات بعيده جدا عن بعض، وبالتالي المنطقه اللي قدام منطقه جزائهم انفتحت، وشفنا الشوارع اللي وصلت النادي الاهلي انه يهز شباك احمد يحيى 4 مرات في 45 دقيقة، رغم انه قعد 45 دقيقة في الشوط الاول مش قادر يجيب ولا حتى هدف واحد. عامة في كل الاحوال مبروك النادي الاهلي الانتصار، ودي كانت مشكلته في ما بين الشوطين. المقارنة اكيد ما بين وولتر بوالي ومحمد شريف هتستمر. تاني اللي بيحب يسألني دايما في اللايف او على السوشيال ميديا، انا ما زلت مقتنع ان محمد شريف ما كانش ينفع يخرج من التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، لان هو كان ماشي بشكل مميز جدا وما غلطش. انت جبت مهاجم جديد دافع فيه 2 مليون دولار، مهاجم المفروض ان هو متميز وشفناه مع الجونه، ولكن لعب الجونه حاجه ولعب النادي الاهلي حاجه ثانيه. وارساء لمبدا العدل كان يجي في وجهه نظري محمد شريف يكمل مهاجم صريح ويخش وولتر بواليا على الدكه وتديله ربع في تلت في نص ساعه في شوط، يبدا ياخد الموضوع ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه زي ما دايما بنقول. ولكن الخوف في الوقت الحالي انك تخسر محمد شريف بعد البدايه الممتازه اللي بداها في الموسم ده مع النادي الاهلي. الف مبروك النادي الاهلي الفوز، بشكركم جزيلا على دايما تشجيعكم ودعمكم لينا في ترند يلا كوره، وكنت معاكم كريم سعيد. شكرا جزيلا.